سعادة كبيرة جدا جدا ان حضرتك النهاردة تكون معايا. كابتن اسلام بشكرك شكرا جزيلا، انت عارف معزتك ومحبتك عندي، ربنا يخليك يا كابتن، ثم المكان اللي انا فيه طبعا. ويكفي انها قناة النادي الاهلي، بيتك، بيتي وحبي وعشقي اللي بفتخر بيه، وببقى سعيد جدا جدا وانا موجود في النادي، موجود في قناة النادي الاهلي، وبالتالي وانا داخل كده تحس ان الابتسامه لوحدها جايه على وشي، وشك منور الحمد لله. وبعدين كملت الصلاه الحقيقه التليفونيه اللي جت لدرجه الناس خوفوني، يعني انا معروف ان الحمد لله جريء، بس فعلا بدات اقلق من كمل الصلاه الهاتفيه الكتيره جدا، لان انت عارف انا نادر الظهور يعني. طبعا. وبالتالي جاي وانا فرحان ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، وفرحان ان انا موجود معاك احنا يا كابتن.